أهلا بكم. نافذ على مسرح حلقتنا مستمرة وفيها لواء متقاعد يتولى حقيبة وزارة التموين المصرية. نناقش هذه القضية وأبعادها بعد تقرير الزميل أحمد يحيى. اللواء محمد علي الشيخ وزيرا للتموين بشكل رسمي، ذلك هو مرشح السيسي العسكري الذي سيحمل حقيبة واحدة من أهم الوزارات المدنية في الدولة، ووافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على الجنرال المتقاعد، وذلك في سياق الجلسة الختامية المنعقدة للدورة البرلمانية الأولى، وعلى مرأى ومسمع من شريف إسماعيل رئيس الحكومة وبعض وزرائه، والذين أقروا أيضا بالشيخ وزيرا للتموين. وقد تكلم علي عبد العال رئيس البرلمان بالإعجاب والفخر والتأييد لهذا القرار، ووصف الرجل بأنه يتميز بالحسم والخبرة حسب تعبيره، وعقب بأن هذا عين ما تحتاجه الوزارة، والتي تشهد حالة متأزمة منذ إقالة الوزير السابق خالد حنفي على خلفية تورطه في قضايا فساد كبرى. واللواء محمد علي الشيخ المخول بالمنصب كان يشغل رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى جهاز الخدمات العامة، وأحيل إلى التقاعد من الخدمة قبل عام ونصف، وكان له دور محدد في ثورة 25 من يناير، عندما تكفل الجيش بتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للعديد من المحافظات أثناء اندلاع الثورة، كذلك عندما اشتعلت أزمات إضرابات النقل العام بصورة متكررة في القاهرة الكبرى. قام بتشغيل أوتوبيسات النقل التابعة للهيئة العسكرية لتجاوز الأزمة. وجدير بالذكر أن جهاز الخدمات العامة التابع للجيش له منافذ إنتاجية منتشرة في سائر محافظات الجمهورية، وعددها بالعاصمة فقط تتجاوز 341 منفذ ينافس بها أسواق القطاع الخاص والعام بالدولة. ولا زالت الفجوة تتسع بين الحياة المدنية والعسكرية منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حين هيمن العسكريون المصريون على مفاصل الحياة المصرية وأمعنوا في عسكرة سائر القطاعات بشكل مباشر أو من وراء حجاب، إلا أن سابقة تعيين لواء متقاعد على رأس وزارة التموين التي لها موقع خاص واحتكاك مباشر بجموع الشعب لهو فعل جديد وصادم في أوساط المصريين. ولازالت متوالية العسكر تسري كلما تقادم عهد النظام الحالي، فيما تتلاشى وتضعف يد القطاعات المدنية شيئا فشيئا. دعونا نرحب بضيفي معي في الاستوديو في هذه الفقرة، النائب في البرلمان المصري الأستاذ عادل راشد. أهلا بك معنا أستاذ عادل. أهلا دكتور حمزة، أهلا بالسادة المشاهدين. طيب سؤالي لك عن وزير دكتور تموين. دكتور هو يعني حمزة أنا جاي من برنامج لبرنامج. طيب وزير تموين هو كان عضو مجلس عسكري وشغل مناصب كثيرة وكان في الواجهة، هو رجل عسكري معروف، الآن يأتي به عبد الفتاح السيسي يرشحه للبرلمان ثم يوافق البرلمان بأغلبية على قدوم هذا الرجل. تعليقك الأولي على اختيار اللواء محمد علي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اختيار اللواء محمد علي الشيخ جزء متوقع في منظومة متكاملة للعسكر يريد أن يعسكر الحياة كلها في مصر. اللي أنا عايز أقوله يا دكتور أسامة إن الثورة أصلاً ابتداءً نقل السلطة أو نقل السيادة من فرد مستبد أو مجموعة عصبة متحكمة إلى المجتمع أو الشعب. الذي يحدث الآن هو العكس، أنت ثورة، ثورة مضادة بكل ما تحمله المعنى، إنه بينقل السيادة كاملة من الشعب إلى مجموعة متحكمة على رأسها حاكم مستبد. إذن المنظومة الآن يبقى زي ما بيقولوا إيه، جيش وطالع له شعب. فالآن لما تتكلم في محافظين تلاقي 23 لواء من 27 محافظ، لما تتكلم في الوزراء أكثر من 70% من العسكر، لما تتكلم في رؤساء الشركات القبضة ورؤساء شركات المية والكهرباء والغاز، كل الشركات بلا استثناء، ورؤساء الأحياء والمراكز كلهم من العسكر. فمسألة أن يجي وزير التموين أو واحد على رأس وزارة التموين من العسكر شيء يعني غير مستغرب. ولكن هي وزارة لها طابع خاص. كويس، قبل ما هو أصلاً يجيب لواء على رأس وزارة التموين أصلاً هو نقل منظومة الخبز مثلاً إلى وزارة الإنتاج الحربي،
عشان يبقى عندنا رغيف أرض أرض ورغيف أرض جو، ويبقى عندنا منظومة الخبز الصاروخي. اللي أنا عايز أقوله هنا فلسفة العسكر في الحكاية دي إيه؟ إنه عايز يهيمن على الحياة كاملة، بحيث إن الشعب لو أراد أن يثور هو يعني يشل حركة الحياة بالكامل. ولكن هناك من يرى أن اختيار جنرال السابق هو ضمانة للإنتاج وضمانة للرقابة ولإيقاف فساد كبير كان في هذه الوزارة. إذن هذا اتهام صريح لكل الشعب المصري، كل المدنيين، إن هم كلهم ما فيش واحد فيهم يصلح، ليس عنده حسم زي ما بيقولوا، ولا عنده رغبة وقدرة على الإدارة. إذن لا يستطيع أن يدير الدولة إلا العسكر. طيب. لا يستطيع أن يفكر إلا العسكر. لا يستطيع أن يفعل بنا ما فعل إلى العسكر من إغراق البلد. نعم. في دعني أرحب ضيفي من القاهرة النائب في البرلمان المصري السيد خالد محمد عبد العال. أهلا بك معنا سيد خالد. سيد خالد أهلا بك معنا. ألو. أي فندم أنت على الهواء. حضرتك اهلا بك يا فندم. لماذا وافق البرلمان بالاجماع على اللواء محمد علي الشيخ كوزير للتموين؟ هو اول سابقه برلمانيه ان يعرض اسم اي وزير على المجلس عشان يقول رايه فيه يعني. تفضل يا فندم انا سامعك. هو حضرتك يعني ما ادوش فرصه لانهم عرضوا نبذه قصيره عن حياته، ان هو راجل كان مدير الاداره العامه لسلاح الامداد والتموين في القوات المسلحه، وان وزاره التموين عايزه نوع من الحسم والجديه، فجابوا اختاروا قياده عسكريه على انها تعمل نوع من الضبط والربط في الوزاره يعني. طيب وأنتم في البرلمان مدنيين، من المفترض أنكم من المدنيين لستم من العسكريين، هل وجهت نظركم في البرلمان حتى توافقوا بالإجماع على هذا الترشيح أن وزارة التموين تحتاج إلى رجل عسكري؟ لا، هو حضرتك بالضبط كده يعني، أنت من بعد أحداث يناير ويونيو في اتجاه كده الناس كده بتفضل العسكريين في الفترة دي على أساس حتة الحزم والضبط والربط يعني. طيب ابقى معي سيد خالد، سأعود إليك مرة أخرى أستاذ عادل. إذن بعد يناير و30 ستة هناك اتجاه عام أن تحال كل الأمور الهامة في البلاد إلى العسكريين، لنفس الفكرة التي كنت أحدثك عنها، فكرة الضبط والربط والرقابة. الأول أنا بس عايز أقول الأخ النائب، مش اسمها أحداث يناير، اسمها ثورة يناير بشهادة العالم كله، ثورة دفعت فيها دماء ودفعت فيها أثمان باهظة لعشان الشعب يسترد حريته، فهي اسمها ثورة 25 يناير وليست اسمها أحداث يناير، ليست أحداثا عادية، إنما هي ثورة راح فيها شهداء وجرحى ومصابون، وسطرت هذه الملحمة الشعبية المصرية بحروف من نور، وكتبت هذه الملحمة بدماء الشهداء، فلا ينبغي أن نسميها أحداث يناير، إنما هي ثورة يناير المجيدة التي التحم فيها كل أطياف الشعب المصري، ودي الحالة اللي احنا عايزين نسترد أنفسها مرة أخرى ونسمتها ثورة 25 يناير. الأمر الثاني في مسألة البرلمان وموافقته، مسألة الطرح وفقا للمادة 117 من الدستور بتاعهم، أنا عايز أقول هو أصلا هذا البرلمان ناقش ماذا واعترض على أي شيء في هذا الأمر. عايز أقول إن هذا البرلمان من أول لحظة لم يناقش شيئا واحدا أحيل إليه من الحكومة. هذا البرلمان برلمان الانقلاب، برلمان الدم، برلمان العار، ناقش أولاً قانون الخدمة المدنية واعترض على مواد كثيرة. كويس كويس، ممتاز، رائع. يعني هناك بعض، أنا جاي لك بس في الأعمال البرلمانية، أنا سأحدثك هو بس توضيح لما قلت، أنت قلت لم يناقش أي شيء. هذا البرلمان من أول يوم في أول جلسة أقر 28 قرار بقانون أصدرهم عدلي منصور في 330 يوم اللي هو تولى فيهم سدة الحكم. هذا البرلمان أقر 520 قرار بقانون لقمع الحريات محال إليه من عبد الفتاح السيسي. هذا البرلمان أقر 1781 قرارات متنوعة، منها اتفاقات مع دول أخرى لم يعرف هذا البرلمان عنها ولا اتفاقية. 1781، وأنا أتحدى هذا النائب أو أي نائب يقول لي ما هي الاتفاقيات اللي هم وافقوا عليها. 1781 اتفاقية، يقول لي اتفاقية واحدة منهم وافقوا عليها. وافقوا عليها إزاي؟ هذا البرلمان وافق على 4346 قرار صادر من وزارة من وزير الداخلية في سنة 2015 فقط. يقول لي قرار واحد من قرارات وزير الداخلية اللي هم وافقوا عليها، ومتى عرضت عليهم على أي لجنة من لجان هذا المجلس عرضت.
هذا البرلمان وافي على 10,130 قرار من وزير العدل في 2014 و2015. أتحدى هذه الإحصائيات وفق ماذا؟ أتحدى لا ده انت ترجع لحضرتك لجلسات مجلس النواب مجلس البرلمان الدم ده وانت تشوف هذه الاحصاءات دي مش من عندي من قلب البرلمان يقول لي قرار واحد من قرارات وزير العدل اللي هم وافقوا طيب. عليها وشافوها الاتفاقيات التي ابرمت جميل. يا دكتور طيب. الاتفاقيات التي ابرمت مع الدول الاخرى يقول لي الى سيد خالد واساله عن رد سيد خالد استمعت الى ما قاله السيد عادل الراشد الاول كده الاخ اللي بيتكلم ده عامل زي اسطوانه كده طيب سيد خالد سيد خالد سيد خالد عفوا عفوا يعني اتحفظ على اي تجاوزات يعني هذا البرنامج لا يسمح بتجاوزات يعني ان كنت تريد النقاش يعني عفوا يا سيد خالد ان كنت تريد النقاش حول ما قاله السيد عادل بعيدا عن شخصه فلك هذا والبرنامج يتيح هذا الامر ولكن دون تجاوزات شخصيه لاني لن اسمح بها على اي حال هناك انتقادات توجه لكم في البرلمان هناك انتقادات توجه لكم في البرلمان ان كان لديك تعليق ورد فتفضل التعليق بتاع حضرتك ان هو بيتكلم بيقول دي ثوره مش حدث الحدث كلمة أوسع من الثورة. الحدث كلمة أوسع والمعنى بتاعها أوسع من معنى كلمة ثورة. فمعنى أحداث لا تجزي ولا تمنع أنها ثورة. وبعدين هو شايف أنها ثورة أنا مش شايف أنها ثورة. إيه اللي فيها إن هو أنا قلت 25 يناير. كلمة حدث نفسها أوسع ومعناها أوسع من كلمة ثورة. أنت لا ترى أنها ثورة؟ وتشمل الحدث. أنت لا ترى أنها ثورة؟ أنا بقول لحضرتك كلمة الحدث أوسع من كلمة الثورة. طيب هذه مفهومة، هذه مفهومة، يعني هذه فهمتها ولكن أريد منك توضيح، أنت لا ترى أن 25 يناير كانت ثورة؟ لا كانت ثورة. طيب دعنا نتجاوز إذن المسميات. دعنا نتجاوز المسميات نعم انا اريد ان استمع منك لردود حول انتقادات السيد عادل راشد لاداء البرلمان السيد عادل اعرف حضرتك هو منين مش اعرف عادل راشد منين نعم هو من محافظة الدقهلية وكان نائب في البرلمان بعد ثورة يناير يعني في محافظة مرشح الدقهلية مرشح الإخوان يعني أنا لا أناقش هنا انتماءاتك ولا انتماءات ضيفي يا سيد خالد يا سيد خالد نعم دعنا نضبط المناقشة لا أتناقش لا في انتمائك ولا في انتماء السيد عادل راشد الرجل وجه انتقادات لك في البرلمان إن كانت لديك ردود واضحة على ما وجهه لك من انتقادات فلك كامل الحرية تفضل. ما أنا بقول لحضرتك أهو البرلمان بيناقش قوانين وما بيناقش قرارات وزراء. ده الدلالة على إنه مش فاهم حاجة. مين اللي مش فاهم؟ ده راجل إخواني ومرشح إخوان. عنده حق فبيتكلم بحق ده ما بيتكلمش بكلام محدد وبألفاظ واضحة. برلمان اللي بتاع الدم. طيب هل خلاها برلمان الدم طيب هناك نقطة القوانين اللي بتكلم عنها اللي أقرت ديت دخلت اللجان كل قوانين نوعية دخلت على اللجنة النوعية المختصة بتاعتها عشان تناقشها وتدرسها ووافقت عليها وتم الاعتراض على قانون الخدمة المدنية وما توافقش عليه ورجع والدرس لسه متناقش لحد النهاردة طيب هل لديك تعليق على الأرقام التي ذكرها ضيف السيد عادل راشد؟ هل لديك تعليق على هذا العدد من الأرقام التي ذكرها حول الاتفاقيات والقوانين والقرارات وما شابه؟ الأرقام والاتفاقيات دي كلها كذب يعني احنا ما بنناقش قرارات لوزراء احنا بنناقش قرارات قوانين لرئيس الجمهورية طيب بقول لك راجل مش فاهم حاجة طيب ابقى مع سيد خالد ابقى معي سيد خالد سأعود إليك مرة أخرى سيد خالد محمد عبد العال اتهامات إذن أنت كل ما ذكرته لأنك من الإخوان المسلمين وكنت مرشح الإخوان المسلمين ولذلك هناك نوع من الحقد على أي نجاح يعني لك يعني حق الرد تفضل أنا عارفه كويس طيب وهذا يفيد أكثر هذا يفيد أكثر يا سيد خالد
هذا يفيد أكثر في الحوار أن هناك معرفة بينكما. يعني دعني أنتقل السيد عادل راشد وسأعود إليك مرة أخرى. وأنا مع حضرتك. أولا أعمال البرلمان المفروض الدور الرئيس للبرلمان هو الرقابة والتشريع. عندما تحدث عن قرارات بقوانين أحيلت، قرار بقانون ده بيحل من رأس السلطة التنفيذية، وأنا قلت تحديدا أن السيد عدلي منصور أحال 28 قرار بقانون وفقا للإعلان الدستوري في 330 يوم اللي قعدهم في سدة الحكم، وتم الموافقة عليهم جملة واحدة ولم يناقش منهم أي قرار بقانون. قلت إن في 520 قلت لك حق الرد يا سيد خالد. سيد خالد حتى يستقيم النقاش أنا لم أترك السيد عادل لا يقاطعك أو يعلق على حديثك إلا بعد أن انتهيت. سأعود إليك مرة أخرى وسأترك لك كامل الحق في التعليق. إن كان لديك ملاحظة دونها حتى ينتهي السيد عادل راشد من حديثي، وسأعود إليك مرة أخرى. وقلت إن هو أحيل إليهم 520 قرار بقانون كلهم في مجال الحريات العامة، طيب وتم الموافقة عليهم. هذه أرقام غير دقيقة، يرجع لمضابط جلسات المجلس يرجع لضابط المجلس. إذا كنت عايزهم قرار بقرار واحد بواحد، أنا عندي كل المضابط وعندي كل القرارات بقوانين موجودة قدامي بأرقامها بتواريخها وكيف صدرت وكيف نقشت وكيف أقرت في المجلس في البرلمان. نرجع لأصل المسألة. أنت حضرتك بتتكلم في العسكرة والوزير عشان ما ندخلش، يعني إذا كانت مناظرة المسألة أكبر من ذلك بكثير لأنها مصلحة وطن. العسكرة دكتور أسامة طالت كل مفاصل الدولة، يعني هذا البرلمان لوحده فيه 70 لواء. برضو هتقول لي ده أي أرقام وبقول أي كلام حضرتك؟ هذه أسماء اللواءات اللي في الجيش بالمحافظات، كل محافظة وكم لواء من هذه المحافظة. لا اعتراض، ممكن يبقى عادي جدا من حق أي واحد أن يطلع معاش أو يسوي أو يستقيل حتى ويروح يترشح للبرلمان، ما عنديش مشكلة. لكن أنا بتكلم عن السمت العام اللي تريده السلطة الانقلابية لهذه البلد، إن عايزة تعسكر الحياة في مصر تماما، وإن هي بتلقي في روع الناس إن المدنيين ناس خرعة وناس ما تنفعش تدير، وإن ما عندهمش حسم، وإن يلزم لأي وزارة عشان تنجح إن لازم يبقى على رأس هذه الوزارة واحد عسكري. وأنا بتعجب ما يبقى راجل مدني وراجل عضو برلماني وبعدين هو اللي يدافع عن العكس. إحنا شفنا دائما البرلمان والنواب يقفوا بالمرصاد للحكومة، هم اللي بيستجوبوا الحكومة وبيسحبوا الثقة منها أو بيمنحوها الثقة. البرلمان دائما هو ممثل الشعب الحقيقي لأنه منتخب من الشعب، هو اللي بيدافع عن مصالح الشعب في مواجهة السلطة التنفيذية. مش هو اللي بيدافع عن السلطة التنفيذية. طيب. احنا عشنا اليوم اللي شفنا فيه ان رئيس البرلمان هو اللي بيدافع عن السلطة التنفيذية، ودي من أعجب العجائب وكان بمصر. طيب. من المضحكات. لكن طيب سيد خالد محمد عبد العال، يعني حتى لا تتحول الحلقة إلى مناظرة حول البرلمان، ليس البرلمان هو موضوع النقاش، النقاش حول فكرة استقدام وزير لوزارة التموين كان جنرال في المجلس العسكري سابقا. بعض الأسئلة التي طرح السيد عادل راشد يعني تواجهكم كانتقادات أيضا على عدد من المواقع الإخبارية وعدد مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا ترحبون كنواب في البرلمان بجنرالات عسكرية أو بضباط سابقين في قوات المسلحة؟ هو دي عرف في مصر، يعني ده عرف في مصر الواحدة. الراجل ده منتخب من الشعب بعد ما طلع من الجيش أو بعد ما طلع من الشرطة ومارس الحياة السياسية والناس انتخبته. ايه علاقته بقى بالجنرالات او غيره او حياة عسكرية؟ ما اسرائيل كلها من طول عمرها الوزراء بتوعها ورئيس الوزراء بتوعها والاحزاب بتاعتها ناس عسكرية. هل اصبحت اسرائيل هي النموذج لكم يا سيد خالد؟ ما قلتش انها نموذج ليا، انما انا بضرب مثل بدولة جنبنا برضو دولة ديمقراطية على اعلى مستوى من الديمقراطية. إسرائيل دولة ديمقراطية بالنسبة لنائب في البرلمان المصري؟ دولة ديمقراطية بالنسبة للساعة لأعلى مستوى ديمقراطية. أنا أسألك عنك كنائب عن محافظة الدقهلية، يعني أهل دائرتك يرون فيما تراه أن إسرائيل دولة ديمقراطية؟ أنا مش نائب جديد، أنا نائب من 2010 وأبويا نائب وأخويا كان نائب. طيب عائلتك النيابية يعني وأهل دائرتك يرون كما ترى أن إسرائيل دولة ديمقراطية يضرب بها المثل؟
وان اسرائيل ليست دوله ديمقراطيه وحضرتك ما تعرفش كده، وان فيها انتخابات حره وان فيها برلمانات. يا سيدي لا اسالك عن واقع اسرائيل، اسالك عن رؤيتك انت كنائب في البرلمان. انا اسال، انا شايف قدام مني واقع، لا مش مساله مش عايز اسمعها. إذا أنت تتعامل مع الواقع، يعني إسرائيل هي عدو وكيان صهيوني مغتصب بالنسبة للكثير، ولكنك ترى أنها دولة ديمقراطية. هذا لا ينفي أنها دولة ديمقراطية، هي دولة عدو وأنا أراها عدو، وأرى إن الآية القرآنية واضحة، ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هي مسألة عندي منتهية لا فصال فيها. طيب جميل، يعني انت الان اوضحت موقفك بشكل جيد وكل المناسبات اللي طيب. بتكلم فيها مع الناس. دعني اعود مره اخرى لفكره العسكره. دوله ديمقراطيه طيب. حكومتها كلها بتقوم بعد الانتخاب. جميل، فكره العسكره يا سيد خالد، وحزب صاحب حزب. انت جوزنا عن قصه النواب الذين تقاعدوا وعادوا الى البرلمان ان يعني جاز انهم يعني يقومون بهذا الامر. اذا انتقلنا الى الوزارات. نعم. الوزارات والمحافظين وهياكل الدولة وما شابه، لماذا يتم الاعتماد على جنرالات متقاعدين سواء في الداخلية أو في القوات المسلحة؟ لا ما فيش دلوقتي، الدائمية كان فيها قبل كده جنرال، دلوقتي فيها رجل مدني محاسب، اسكندرية فيها رجل مستشار، كان دايما كل محافظات الحدود بتبقى جنرالات على أساس إنه يبقى في نوع من التفاهم على أساس في حدود لها نظام معين ولها خبره معينه معاهم، فنبقى دايما جنرالات، انما ما هوش كل المحافظين عندنا في مصر جنرالات. طيب عندنا محافظ القاهره من جنرال، عندنا محافظ الدهليه من جنرال، محافظ اسكندريه من جنرال، محافظ دمياط من جنرال. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مش مظبوط. طيب الكلام الذي اتحدث عنه عن هياكل الدوله وعن المحليات وعن الاداريين العاملين في المحافظات، والان نحن امام وزير للتموين، حقيبه التموين يتولاها جنرال كان في المجلس العسكري. ده وزير للتموين في ظروف معينه، انما من في الوزاره جنرال اكثر من وزير الدفاع ووزير الداخليه. طيب سيد عادل راشد، اذا وزير الانتاج الحربي. نعم ابقى مع سيد خالد، ساعود اليك مره اخرى. نفس القضية، يعني لا يوجد توغل من وجهة نظر السيد خالد للعسكريين في هياكل الدولة، وهذا وزير للتموين في ظروف خاصة للدولة. أولا دعني أقول أن أنا لا أعترف بإسرائيل، إنما هو كيان صهيوني مغتصب لأرض إخواننا في فلسطين، وهذه قضية الأمة، وليس الواقع معناه أن أنا أعترف به، ولا أفعل كما فعل وزير خارجية مصر أنه يذهب في بيت نتنياهو ويتفرج على الماتش معاه، وهذا الذي يحدث لا يمكن أبدا، ليس جزءا من الواقع أن أنا أعترف به، لن أعترف بهذا الواقع ونعمل على تغييره مهما طال الزمن، فهذه قضية الأمة العربية والإسلامية كلها. دي نمرة واحد، ولا اعتراف بهذه الدولة ولا ديمقراطيتها ولا كل هذا الكلام. الأمر الثاني فيما يتعلق بمسألة الاتفاقيات اللي البرلمان وافق عليها، تجاوزنا هذه النقطة. لم نتجاوز، يعني أنا عايز أقول أنا أتحدث حول فكرة العسكرية. ما فكرة العسكرة، أنا هنا سأعود مرة أخرى إلى مناظرة حول أداء البرلمان وهو ليس الموضوع. لا أنا لن أدخل في فكرة وزير التموين، وأن هناك بالأرقام وبالأسماء التي تحدث عنها السيد خالد لا يوجد تغلغل للعسكريين في الهيكل الإداري للدولة. هناك توغل وتغول للسلطة العسكرية في جميع مفاصل الدولة، هناك محافظين اللواءات أكثر من المدنيين، هناك في جميع شركات القبضة وجميع شركات المياه والصرف الصحي ورؤسي الأحياء والمراكز. لو أنت عايز ملف، لو تكرمت، لو عايز ملف هو كامل. السيد عادل لا يقاطعك وأنت تتحدث، أنا سأعود إليك مرة أخرى. ملف كامل بأسماء، ملف كامل بأسماء ملف كامل برؤسي الأحياء والمراكز والمحافظين والوزراء ورؤساء شركات القبضة ورؤساء الشركات كثيرة جدا في الدولة بالأسماء، ملف كامل أسلمه لحضرتك وانت بعته للسيد النائب اللي بيدافع عن هذه القضية. العسكر في جميع مفاصل الدولة، العسكر في جميع الشركات، في جميع المؤسسات، في جميع الوزارات، في جميع المحافظات.
المسألة. طب هو يطلب منك ضرب أمثلة إن كان لديك أمثلة. ضرب أمثلة، شوف حضرتك، أنا حاولت أديك أصل ملف عشان تقراه، بس أنا بديك الأول أسماء البرلمانيين اللواءات اللي هو أنت بتقول إن هو الـ الـ لا بيدافع عنهم ويتقاعد ويدخلوا الكلام ده، ما عنديش مشكله. ما يبقى بعد كده يبقى 550 واحد كلهم لواءاتهم متقاعدين ويدخلوا والشعب ينتخبهم، ويبقى كله برلمان عسكر، ما فيش مشكله، ويوافق على اللي العسكر هيحيلوا اليه، هذا اللي يحيلوا اليه من قرارات بقوانين او قوانين او كل حاجه. وبعدين ما فيش لا طلب احاطه بيتقدم ولا غيره، لان ما فيش اصلا السلطه. اول مره البرلمان الاستجواب اقوى اداه برلمانيه بيتبعه سحب الثقه من وزير او من الحكومه على بعضها. ففين الاستجوابات اللي اتقدمت في انا مش عارف دي في وهم ولا يجيبوا لنا بس الاستجوابات. طيب. القضيه بس حضرتك وانت بتتكلم، انا بقول لك على البرلمان، لما يوقف وزير الاستثمار اصلا وقال ان انا بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بسبع شهور ان عملنا اتفاقيات ب 175 مليار و2 من عشره أمام البرلمان، وبعد كده البرلمان لم يحاسبه، فين الاتفاقيات؟ إن صح الكلام وإن الوزير صادق فيما قال وما ذهب إليه إنه عمل اتفاقيات دولية واتفاقيات محلية ب 175 مليار، ألا يحاسبه أحد يسأله أين هذه المليارات وهذه الاتفاقيات؟ طيب. وكيف تمت هذه الاتفاقيات؟ يعني لما وزير في الحكومة يصرح يقول إن أنا عملت اتفاقيات ب 175 مليار، ألا يسأله نائب من النواب يقول له أين هذه الاتفاقيات وكيف تمت بعيداً عن البرلمان؟ ما هي هذه الاتفاقيات؟ وأين هذه المصانع وهذه الاتفاقيات التي عادت بالخير على الشعب المصري؟ طيب سيد خالد، إذا ما عدنا إلى فكرة اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين الجديد، كان البرلمان، عفواً دعني أكمل سؤالي، كان البرلمان يعني يشن هجوماً حاداً على خالد حنفي وزير التموين الأسبق ويتحدث عن وقائع فساد وما شابه. أنتم الآن أمام لواء كان جنرال وعضو في المجلس العسكري سابقا ورئيس هيئة الإمداد والتموين في القوات المسلحة المصرية سابقا أيضا، هل في دور الانعقاد القادم إذا ما وجدتم مخالفات أو أنشأتم لجنة تقصي حقائق لبحث فساد في وزارة التموين، هل سيجرؤ عضو في البرلمان أن يستدعي عضو مجلس عسكري سابق لاستجوابه داخل قبة البرلمان؟ أنا بتكلم الأول بين اللي أنا بتكلم في المجلس العسكري. ثانيا أنا أخبرك يا سيدي أنه كان عضو في المجلس العسكري. نعم، هذه المعلومة أنا أخبرك بها. الرجل كان عضو في المجلس العسكري بعد ثورة 25 من يناير. يا سيد خالد، أنت سألت سؤال، الرجل كان عضو في المجلس العسكري، إن لم تكن لديك المعلومة فهذه مشكلتك، ولكن هي معلومة صحيحة، كان عضو في المجلس العسكري بعد ثورة 25 من يناير. سؤالي لك، هل تستطيعون استجواب عضو سابق في المجلس العسكري داخل قبة البرلمان؟ ايه المانع ان يكون عضو في البرلمان او يكون وزير؟ والعصار كان عضو في المجلس العسكري وزير انتاج حربي. وهل تم استجواب محمد العصار يا سيدي؟ انتم تحدثتم عن وزير الصحه وتحدثتم عن وزير الاستثمار وعن وزير التموين، ولم تقتربوا لا من وزير الدفاع ولا من وزير الانتاج الحربي. وزير الصحه مدني استاذ في الجامعه. انا اسالك عن قضيه الاستجوابات يا سيد خالد، استاذ في الجامعه، هل اقترب البرلمان المصري من وزاره الانتاج الحربي ووزيرها محمد العصار ام لا؟ الم اسمع؟ ما سمعتش حاجه من حضرتك. هل استجوبتم أو قدمتم طلبات إحاطة أو شكلتم لجان لتبحث أي وقائع فساد داخل وزارة الإنتاج الحربي؟ الاستجواب بتقدم من غير وقائع، ما أنا لازم عشان أعمل استجواب لازم يبقى معايا مستنداتي وأدواتي كلها. طيب سيد عادل راشد، هل البرلمان الحالي يستطيع استجواب وزير الإنتاج الحربي محمد العصار أو وزير الدفاع صدقي صبحي أو وزير التموين الجديد؟ اولا عايز اسال، هو ماذا فعل مع وزير التموين الراحل او السابق او المشى او الاستقال او اللي اقيل اللي هو خالد حنفي؟ ماذا تم في قضاء الفساد، في فساد القمح، ايه اللي تم فيه؟ ماذا فعل البرلمان؟ ماذا فعل البرلمان ازاء هذا الوزير، وماذا فعلت الحكومه، وهل احيل الملف للنيابه العامه، هل تم التحقيق فيه؟ البرلمان انا شايفها مع حد لانه قدم استقالته.
طيب البرلمان يتحدث انه اجبره على الاستقاله. بيقول لا ما يقدرش يعمل معاه حاجه لانه قدم استقالته. انا هقول عليه قصه الاستجوابات والاسئله لانه قدم استقالته. كل الادوات البرلمانيه مسؤوليه الحكومه مسؤوليه تضامنيه، واذا صح ان هناك فساد في اي وزاره من الوزارات حتى لو لم يكن وزير التمويل موجودا، لو قام بالفساد اي موظف من موظفي الدوله فالمسؤوليه تضامنيه بين كافه الحكومه، وللبرلمان ان يستجوب رئيس الحكومه حكومة شخصيا حول واقعة فساد تتم في أي ديوان من دواوين أي وزارة من الوزارات أو محافظة من المحافظات. هذا أصلا هذا عمل البرلماني الأساسي. لكن تقول لي إن وزير استقال فأنا لا أستطيع أن أستجوب رئيس الحكومة ووقفه وأسأله عن كل ما يتم من فساد حتى لو كانت من موظف صغير في الوزارة. إذا كان النائب لا يعرف الأدوات البرلمانية ده أمر في منتهى الخطر. إن تقول إن وزير يا أخي أنا ما بتكلمش عليك، أنا بتكلم عن نائب بصفة عامة، بتكلم عن الأدوات البرلمانية. بعيدا عن الشخصنة، لو تكرمت لو تكرمت أنا أتحفظ على ما تقول وارفضه رفضا تاما، يعني لا مجال لا لاهانتك ولا لاهانه ضيفك. لا تسمح لي ان اهين احدا يا سيد خالد. سؤالي الاخير لك عن زياره وفد برلماني او استدعاء وفد برلماني الى احد فنادق القوات المسلحه، وكان معي في هذه الحلقه النائب خالد عبد العزيز وهو زميلك في البرلمان، اتحدث عن كواليس استضافه وزير الدفاع صدقي صبحي لوفد برلماني ضم 400 نائب وكان يحضر. دعني اكمل لو تفضلت. وكان يحضر هذا الاجتماع مدير المخابرات الحربيه ايضا. هنا السؤال مره اخرى، اذا يعني استدعاكم وزير الدفاع فذهبتم إليه، كيف تريد أن تقنعني وتقنع الرأي العام أنكم قادرين على استجواب وزير الدفاع أو وزير التموين أو أي وزير عسكري؟ وزير الدفاع لم يستضيف وفد. وزير الدفاع استضاف المجلس كله لإضافة. هذه كارثة أكبر يا سيدي. هذه كارثة أكبر أن يستضيف المجلس بأكمله. من المفترض أن يأتي وزير في الحكومة كي يحضر ويمثل أمام المجلس. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا خالد عبد العزيز النائب في البرلمان المصري. أستاذ عادل، إذا ما عدنا مرة أخرى لفكرة إضعاف المؤسسات المدنية وهياكل الدولة واستبدالها بعسكريين على المدى القريب وعلى المدى البعيد، كيف سيؤثر هذا على الدولة المصرية؟ انت حضرتك بس الواقع اللي انت بتكلم عنها في استضافه الوزير للمجلس هو صحح لك واقع انت بتقول لحضرتك وفد، فبقول لك لا ده المجلس بالكامل، وتلك يعني من العجائب والغرائب. الحاجه الثانيه ان انت شفت حضرتك رئيس هذا البرلمان علي عبد العال وهو بيتكلم عن الجيش ساعه ما احد النواب اتكلم فهاج وماج وقال له الهامات كلها تنحني امام القوات المسلحه، ولا يعلم رئيس البرلمان ان وزير الدفاع ينبغي ان يمثل امام هذا البرلمان اذا طلبه او استجوبه او قدم طلب احاطه بشانه او سؤالا او بيان عاجل او الى اخره، ولكن هذا البرلمان لا يفعل هذا الامر ولا يمكن ان يفعله. الشيء الاخر اللي هو انا بتكلم عن طلبات الاحاطه والاستجوابات، بيقول لك في استجوابات بتتقدم. انا مثلا عندما قدمنا استجوابات وطلبات احاطه واسئله برلمانيه وبيانات عاجله، عندي بيانها بالتفصيل في جلسه طيب. كذا في لجنه كذا يوم كذا الساعه كذا. هذا امر. الامر الثاني في مساله حضرتك اللي بتتكلم طيب فيه، قبل ان تجبني على هذا السؤال نستعرض هذا الانفوجراف عن خريطه الجنرالات العسكريين المتقاعدين والذين يشغلون الان منصب اعضاء في البرلمان المصري. نتابع.
ماذا لو استمرت هذه الصورة بهذا الشكل في الوزارات وفي المحافظات وفي المحليات وأيضا في البرلمان؟ ما هو التأثير على الدولة المصرية على المدى القريب والمدى البعيد؟ شوف حضرتك، يعني مسألة عسكرة الدولة، ما بتكلم عن اللواءات والجنرالات اللي بيتبوأوا الأماكن والمقاعد، احتمال يصدف أحيانا أن واحد كويس، يعني عشان بس منصف بعض الناس. وأنا يمكن في حلقة مع حضرتك أو مع آخر في برنامج آخر امتدحت محافظ الدقالية السابق اللواء صلاح المعداوي، اللواء مهندس، وفي الغالب لما بيطلع حد بيصح في الغالب تلاقيه أصلا من هم بتوع فنية عسكرية، يعني مهندس أصلا. لكن ده ما يمنعش ان يطلع بعض الشخصيات احيانا يبقى كفء في المكان، لكن احنا بنتكلم في عسكرة الدولة والتمكن من جميع مفاصيل على هذا النحو. انا شايف الخطر من ناحية الهيمنة الكاملة، بحيث ان هناك لو هناك بدت اي حركات احتجاجية او محاولة الثورة ضد النظام، يبقى النظام ماسك في كل المفاصل، يعني هو معاه منظومة الخبز عند الانتاج الحربي، ومعاه وزارة التموين ماسكها عسكري، ومعاه وزارة الاستثمار فيها وزارة الأوقاف. أنا مرة زرت وزير الأوقاف وأنا نائب، فلقيت 8 مساعدين لوزير الأوقاف نواب ووكلاء أول وزارة، 8 لواءات. فبسأل أول واحد فيهم بقول له حضرتك شغلتك، قال لي كنت لواء مدفعي. بتقول لواء مدفعي يعني بتعمل إيه في وزارة الأوقاف؟ يعني هتعمل بتاع خطب ممطه مضاده للطائرات؟ يعني ايه يعني 8 لواءات هم كل السيطره الكامله على وزاره الاوقاف؟ وهكذا في جميع في كل مناحي الحياه في مصر الان محاوله عسكرتها على ذنح. طب دي خطورته في ايه برضه في المساله؟ في بعض الناس بيقول طب ايه الجيش لما ياخد مثلا عمليات زي الابنيه التعليميه، تلاقي لواء مثلا ماسك الابنيه التعليميه وبعدين تسند العمليه وياخد حاجه اسمها العلاوه وبعدين يسندها من الباطن وبعدين الفلوس تفضل عنده هو اللي يصرفها. طب دي خطورتها في ايه؟ خطوره العمليات دي اسناد العمليات للقوات المسلحه، اولا العماله عنده مجانا لانه اولادنا المجندين في الجيش، 2 ومعفي من الضرائب، 3 ما ينفعش تأمينات اجتماعية، 4 الأماكن عنده ببلاش، لن يستطيع أن ينافس أي تاجر، وبالتالي هو بيقتل التجارة أصلا عند جموع المصريين بالكامل لأنه بيهيمن عليها بالكامل. طب واحد هيقول لي طب ما هو كده ممكن يحقق أسعار كويسة بالنسبة للمواطنين، أقول له لا، ما هو بيدي بنفس السعر، هو بياخد الهامش ده لنفسه. هيرجع تاني يقول لي إيه؟ طب ما هو هيرجع بها على في خير للشعب، لا هو ما بتدخلش ميزانية الدولة، هي ميزانية الجيش لوحدها. اللي بعد كده رقم 4 ولا رقم 5، طب هي ميزانيه الجيش بتتناقش قدام البرلمان؟ لا، البرلمان ده مش هيناقش ميزانيه الجيش لانه ميزانيه الجيش رقم 1 ولا يناقش هذا البرلمان. إذن هذا الخطر الداهم في كل مناحي الحياه في مصر. لما نتكلم في التعليم، يدخل في يعمل مدارس مثلا ويبقى السادة اللواء رئيس مجلس اداره المدرسه، والاوتوبيس اللي بيسوقه هو عسكري، والمشرف يعني ازاي؟ وبعدين اين العمليات التربويه؟ فين المعلمين؟ فين كذا؟ فبتقتل مع الوقت كل الكوادر وكل الكفاءات في الدوله بحيث ان تتحول الى عسكر. وضحت الصوره، اشكرك شكرا جزيلا. فقط يعني انت كده الحلقه لم نتكلم خالص في الحلقه رسل. التي اللي احنا جينا عشان برلماننا المصري. شكرا جزيلا، في كلام كثير في قصه التموين. شكرا جزيلا، ونافذ على مصر حلقتنا خلصت، اشوفكم بكره 9 بتوقيت القاهره. صباح الخير. قبل ما